الترحيب بكم، وأرحب أيضا بضيفي ممثل حركة حشد، حياك الله دكتور خالد شخير. حياك الله أبو سلمان. اليوم الحديث يعني سقف عالي، وعرفنا عن يعني التكتل الشعبي الصراحة والوضوح. الوضوح نتمنى أن تكون حلقة إن شاء الله كلها واضحة بإذن الله إن شاء الله. خلنا نبدأ قبل الحديث في التفاصيل وفي الرؤى وفي الأفكار وفي المنطلقات، خلنا نبدأ في آخر حدث سياسي شغل شوي الرأي العام، اللي هو حدث دخول عباس الشعبي وحديثه لمحمد هايف وما تم في ديوان السعدون. أنت كنت حاضر؟ نعم موجود. شو اللي دار؟ لأن تعددت الروايات دكتور، نبي تعطينا شو اللي دار بالتفصيل ومن بعد أطرح الأسئلة. هو باختصار أبو سلمان يعني المشاكل هذه تصير، يعني ما حدث بين عباس والنائب الفاضل محمد هايف يمكن يصير أكبر منها داخل اجتماعات الأغلبية، لكن احنا يعني تعودنا في الأغلبية أن دائما المجالس أسرار والأمر ينتهي بانتهاء الاجتماع. ما حصل مع عباس ومحمد هايف بعد احتواء أحمد السعدون للموقف، طالب العديد من النواب بالاكتفاء بهذا الموضوع، انتهى الموضوع عند تعامل أحمد السعدون مع الموقف. تفاجأنا أن بعض النواب اللي كانوا موجودين بالاجتماع، اللي بعضهم أو واحد منهم طلب أن هذا الموضوع لا يظهر، يعني خلاص احنا نكتفي في انتهاء الموضوع هذا بتعامل السعدون ولا يخرج هذا الموضوع، انتهت المشكلة يعني انتهت. تفاجأنا بعد نهاية الاجتماع أن اثنين من نواب الأغلبية يطلعون ويصرحون على هذا الموضوع، وهذا الأمر ما هو مقبول. إحنا اتخذنا قرار بالإجماع والكل يبارك بما فيهم من صرح أن خلاص إحنا نكتفي بتعامل أحمد السعدون والموضوع لا يطلع للخارج والموضوع انتهى. في النهاية لما نتكلم عن عباس الشعبي والأخ محمد هايف، إحنا ما نقبل إساءة على أي شخص كان، فما بالك في الأخ الفاضل محمد هايف. وعبد الله يعرف مكانته ويعرف تقديرنا له، وفي المقابل يعرف أبو عبد الله إن عباس رجل وطني ورجل يحب الكويت، وعباس دائما يتكلم على محمد هايف وغير محمد هايف، آخرهم خالد الطاحوس في إحدى الاجتماعات الأغلبية عند مسلم البراك. يعني عباس ما هو غريب على الشعب الكويتي، الكل يعرف عباس وأسلوب عباس في طرحه، والكل يعرف إن عباس في يوم من الأيام، أنا بكلمك عن علاقة الخاصة بين عباس ومحمد هايف، الكل يعلم أنه في يوم من الأيام عباس الشعبي ذهب إلى أحد المساجد وقال له واحد روح صل ورا محمد هايف ووليد الطوطبائي، فرد عليه عباس قال له محمد هايف ولحية محمد هايف ولحية وليد الطوطبائي أبرك منك. في المقابل لما أصيب عباس في إحدى المسيرات، ذهب محمد هايف في بادرة طيبة من هذا الرجل الفاضل وزار عباس. أبو سلمان أصلاً محمد هايف هو المعني في الموضوع، ما تكلم وقال أنا أعرف عباس، حتى لما طلعت أنا وياه قلت له يا أبو عبد الله أنت تعرف عباس؟ قال أنا ما بس خالد إذا طلع الموضوع للإعلام يعني خلنا يكون لنا يعني تصريحه ويكون لنا موقف. قلت له يا أبو عبد الله الموضوع راح يطلع للإعلام في النهاية، لكن أنا وأنت ملزمين في قرار الأغلبية إن هذا متى هذا بعد نهاية الاجتماع. بعد نهاية الاجتماع طلعتوا؟ إيه. قال خالد ممكن انه يطلع للاعلام هذا الحدث. قلت له ابو عبد الله انا اقول لك يا ملحين الموضوع راح يطلع للاعلام، لكن انا وانت ملزمين في كلام الاغلبيه واتفاق الاغلبيه، لكن العتب لما يخرج بعض نواب الاغلبيه ممن كانوا حاضرين الاجتماع، بل واحد منهم هو اللي تبنى هو اللي طلع، وبعدين يقولون اذا سولفت سند. انا اتكلم عن ناس احياء، نواب الأغلبية كلهم موجودين، بعضهم الآن يشاهدني، واسألوهم، أنا أقول حق الشعب الكويتي اسألوا نواب الأغلبية. أن اتفقتوا على أن لا يخرج الموضوع من الديوانية؟ أن اتفقنا أن لا يكتفى بفعل السعدون، أن الموضوع انتهى أصلاً. الموضوع انتهى، لكن تفاجأنا أن البعض من نواب الأغلبية طلع وصرح، وهذا الأمر ما هو مقبول. يعني شنو بتوصلوا له يعني؟ كم واحد صرح؟ أعتقد اثنين صرح. أو ثلاثة يمكن. أعتقد ثلاثة. نعم. زين. محمد هايف طلب منك عقب ما طلعت وانت وياه الان من الديوانيه وانت قاعد تكلمه تاخذ بخاطر يعني كنت، نعم، طلب منك انه لازم يكون لنا موقف، ها؟ صحيح. هل هذا لا هو قال لي يعني بالنص، قال لي خالد
يعني انا اعرف عباس واعرف كذا يعني وعباس مثل، لكن اذا طلع الاعلام انا يعني ليش ما يطلع مثلا تصريح؟ قلت له ابو عبد الله تصريح من من؟ يعني من الاغلبيه طبعا يعني لان الحدث في 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 السؤال الان دكتور، هل بحسب ما نقلت احدى الصحف، جريده الراي نقلت بان ثوابت الامه طلبت اعتذارا من كتله العمل الشعبي؟ لا هذا كلام غير صحيح. ما وجهتكم رساله؟ هذا الكلام غير صحيح. ما وجهت لكم رسالة؟ لا وجهت أن رسالة في كتلة العمل أو حركة العمل الشعبي، لا من قبل ثوابت الأمة ولا من قبل محمد هايب بشكل رسمي. أنا قلت لك بعد الاجتماع هذا الحادث، لكن أنهم تقدموا أو طلبوا منا بشكل رسمي، أنت أبو سلمان تعرف يعني وسائل، بعض وسائل الإعلام وبعض الخدمات الإخبارية هذا ديدنها، أن ذول طلبوا وصاروا في غرف مغلقة واجتماعات وطلبوا منهم، هذا الكلام كله مو صحيح، وتحدى أحد يثبت يعني إخواني منا إلى جريدة الرأي. لا لا الرأي مزعتها الظاهر من جيبه. لا لا الكلام حتى موجه لإخواني في كتلة العدالة، إخواننا نعزهم ونقدرهم وعلى رأسهم محمد هايف، وأنا بيّنت لك يعني شنو حجم العلاقة اللي بين أو المواقف، لكن البعض يحاول دائما أن يصطاد في الماء العكر. السؤال الآن دكتور خالد عشان المشاهد لا يعني يلتبس عليه الأمر، محمد هايف عضو في ثوابت الأمة وعضو في كتلة العدالة. نعم. لا كتلة العدالة ولا ثوابت الأمة. نعم. طلبوا منكم اعتذار؟ أبداً. لا هذه ولا ذيك. أبداً. أجل ليش غابت كتلة العدالة عن اجتماعكم الأخير اللي في ديوان السعدون؟ ما أدري يعني هذا السؤال وجهه للكتلة العدالة يعني. الناس ربطوه في ما لا في ما حدث. أنا اللي أنا يعني أنا واثق منه ان عدم حضورهم ما هو ربط في الحدث، لا يمكن لاسباب اخرى لا اعلم، بس انه ما اعلنوا ما بينوا. لا ابدا، بامكانكم استضافه احد نواب كتله العداله وسؤالهم هذا. راح نستضيف ان شاء الله، راح نطرح على كل التيارات وكل القوى السياسيه، راح نطرح عليهم طلب الاستضافه، اللي وافق يوافق وبنقولكم وافقوا وارسلوا فلان، ما وافقوا ولا ارسلوا. طيب الان بما